وبعد تقريبا 3 ساعات حناخد المحلول أو الجرعة الثانية من المحلول، ونحط معاها 3 قطرات من السيميثيكون. هذه طبعا عشان الغازات الموجودة في القولون تخف، وعشان المحلول بارد يحتاج خلط مظبوط عشان يذوب المحلول. وبسم الله، بعد كل كيس لازم نشرب مويه. طبعا تقريبا شربت لتر، وحشرب دحين اللتر الثاني. مو شرط مويه، ممكن تشربوا قهوه، ممكن تشربوا شاهي، عصيرات زي السيفن اب وزي السبرايت، مشروبات الرياضه ممكن تشربوها، اهم شيء تكون شفافه، هذا شيء مهم. حاجيكم في الكيس الثالث. على فكرة متابعيني، قد أول مرة أنا استخدم التحضيرات، بس طعم البيكو بريب جدا طعم، يعني ما توقعت أنه طعمه كذا، وطعمه على أورنج، ولما تشربوه في الموية الباردة يكون طعمه حلو يعني. بسم الله. طبعا في حتة ما دابت، بحدوبها مظبوط ونشربها طبعا. وراح نشرب المحلول، وحقول لكم اوقات متى شرب المحلول. فزي ما اتفقنا نشرب من 3 إلى 4 أكياس من التحضيرات اليوم اللي قبل المنظار. يلا بسم الله. والله عجبني. بعدها خلال الساعة إلى ساعتين راح نشرب 1 لتر من الموية. فدائما أنصح إنه تقريبا إحنا نجيب الموية ونحاول نشربها، لأن حتى ما تقدر أو أنت ما تقدر تشربي موية بكميات كبيرة، فلازم تشربيها على مراحل. وسلامتكم يا رب.